من يوم السبت اللي فات او من يوم الجمعه اللي فاتت ومن يوم المظاهره المليونيه اللي حصلت في ميدان التحرير، كل يوم في تساؤلات عماله بتضاف لتساؤلات اخرى، واحد ورا الثاني ورا الثالث. يمكن النهارده بالتحديد كان في تساؤلات اكتر من الايام اللي فاتت كلها، طبعا بعد قرار حبس الرئيس السابق ونجليه. احنا التقينا الاسبوع اللي فات باعضاء من المجلس الاعلى للقوات المسلحه، ولكن النهارده يعني اول ظهور لاعضاء المجلس الاعلى للقوات المسلحه، ظهور تلفزيوني، اول ظهور ليهم بعد القرار اللي سمعناه النهارده، واللي يمكن في ناس كتيره قوي تساءلت، كان في تساؤلات كتيره قوي سواء عن سرعته سواء عن اسبابه. المهم احنا معانا هنا في الاستوديو اللواء حسن الرويني عضو المجلس الاعلى للقوات المسلحه، واللواء محمود حجازي عضو المجلس الاعلى للقوات المسلحه ايضا. اهلا بحضراتكم. مساء الخير. ويعني هبدا مع حضراتكم بالحدث الابرز طبعا النهارده، وهو قرار الحبس للرئيس السابق وايضا لنجليه. هاخد التعقيب، هبدا بحضرتك سياده اللواء والتعقيب من حضرتك ايضا يا فندم. اتفضل فندم. مساء الخير يا ريهام. مساء الخير يا باسل. انا قبل ما ابدا التعليق على الاحداث بتاعه النهارده، انا عايز اوجه تحية لشهداء القوات المسلحة اللي ضحوا بدمائهم خلال أحداث 25 يناير وحتى الآن، وبوجه الشكر والتقدير لأبناء القوات المسلحة وأبناء المنطقة المركزية العسكرية اللي أدوا مهمتهم بإتقان وإخلاص وضبط نفس، وعانوا الكثير أثناء تنفيذ مهمهم. العيشة كانت صعبة جدا، كانوا موجودين في الشارع لفترات طويلة وصلت لحوالي 50 يوم، كانوا بيعيشوا عيشة صعبة، تحملوا، وبالرغم من الضغوط اللي حواليهم وكان هناك بعض الاستفزازات من الآخر وده وضع طبيعي جدا، لكن هم تماسكوا واستمروا. الحاجة الثالثة اللي عايز أقولها، ودي حكاية أنا هبدأ بيها كلامي قبل ما نتكلم على الأحداث بتاعت النهاردة. في فترة أنا كنت بدرس في الولايات المتحدة الأمريكية، وكان في سيمينار موجود فيه حوالي 50 ضابط أمريكاني وحوالي 7-8 ضباط انترناشونال، وكان الموضوع السيمينار عن الصراع العربي أو الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. بدأ السيمينار بعرض وجهة نظر الجانب الإسرائيلي، وكان ضابط إسرائيلي بيعرض هذه وجهة النظر، وكان الدور عليا ان انا اعبر عن وجهة النظر الفلسطينية، وما كانش فيه ضابط فلسطيني موجود في الدور. انا عارف الشحن الاعلامي اللي موجود ضد الفلسطينيين، لكن هو ده مش موضوعنا، لكن دي حكاية انا احب اقولها قبل ما ابدأ الكلام. بدأت البرزنتيشن او بدأت التقديم للموضوع بسؤال للامريكان، قلت لهم كم واحد منكم يعرف اسم رئيس وزراء اسرائيل؟ فتقريبا 50 ضابط اسرائيلي رفع، الامريكاني رفع ايده. وكان السؤال الثاني، كم واحد منكم يعرف اسم رئيس وزراء كندا؟ تقريبا ولا واحد رفع ايده. قلت لهم ده دور الاعلام، اللي الاعلام عايز يخليكم تعرفوه بتعرفوه، واللي مش عايزكم تعرفوه ما بيخليكمش تعرفوا. بالرغم ان كندا على حدودكم الشمالية بيتكلموا بنفس اللغة بتاعتكم، بيلبسوا نفس زيكم كعسكريين، في طرق بتقطع من اول المكسيك مرورا بالولايات المتحدة وصولا لكندا، ما تعرفوش اسم رئيس وزراء كندا. وبالرغم ان اسرائيل اوفرسيز بالنسبة لكم، في فرق توقيت حوالي 7 ساعات، في اختلاف في اللغة، في اختلاف في العادات، انتوا عارفين اسم رئيس وزراء اسرائيل. فالاعلام له دور مهم وخطير في نقل المعلومة. الأحداث بتاعت النهاردة بتؤكد نقطتين. النقطة الأولانية، ما أشيع في بداية أحداث الثورة وهو الخاص ببؤرة شرم الشيخ، ويمكن الأستاذ حسنين هيكل وشخصية أنا بقدرها، لكن أشاع في فترة من فترات الثورة أن هناك بؤرة في شرم الشيخ تدير وتسيطر على الأمور صحيح داخل مصر. الجزء الثاني وهو النغمة اللي بدأت تتصاعد في الفترة الأخيرة، التباطؤ والتواطؤ، والكلام كان موجه للمجلس الأعلى. احنا النهاردة بنقول لا هناك
لم يكن هناك بؤرة في شرم الشيخ ولا يوجد تباطؤ ولا تواطؤ، ولكن القانون بياخد مجراه. ما فيش سيطرة أو توجيهات من المجلس الأعلى للنائب العام ولا أي جهة قضائية. القانون بياخد مجراه، أيا كان المسؤول بيتم محاسبته دون تدخل أو توجيه من المجلس الأعلى. أنا حبيت أوضح النقطة دي في بداية الكلام عن الأحداث المتلاحقة السريعة جدا اللي تمت خلال 24 ساعة الماضية. سيادة اللواء، يعني السرعة هنا السؤال، النهاردة حدث يعني يعتبر كبير، مش هقول طبعا احنا معه ولا مش معه، دي حاجة يعني خارج النطاق، مش يعني مش جايين نعبر عن رأينا، ولكن السرعة والتوقع، ما كناش متوقعين بسرعة، يعني التحقيقات ابتدت امبارح والخبر طلع النهاردة الصبح. التحقيقات اخرت قبل التحقيقات في تأكد من البلاغات اللي بتقدم للنائب العام او لجهاز الكسب غير المشروع. انا حد مثال صغير وبسيط، لو حضرتك جاء واحد اتهم حضرتك او اتهم اخر ان هو ثروته تضخمت وحصل على مال بطريقة غير مشروعة، جهاز الكسب غير مشروع النائب العام يجب ان يتحقق قبل ان يستدعي حضرتك ويحقق في هذا البيان. عشان النائب العام يتحقق او جهاز الكسب غير مشروع يتحقق، اذا كان الشأن داخلي بيحقق اتصال ب 29 محافظة وعدد محافظات مصر، كل ما يتعلق بالحصول على مال سواء شهر عقاري، أملاك دولة، إسكان، زراعة، وبيبدأ يتلقى البيانات من هذه الجهات ثم يعيد تجميعها ثم يرجع لوزارة العدل إذا كان فيها شهر عقاري أو وزارة صناعة، أنا آسف، وزارة إسكان أو وزارة الزراعة، ويبدأ يتأكد من هذا. إذا كان الشأن متعلق بحاجات خارج الوطن أو خارج مصر فبيضطر يلجأ لجهات أجنبية عشان يحصل منها على معلومات. الموضوع ده بياخد وقت كتير جدا، اللي أطلق عليه في بعض الأحيان أو من بعض السادة الكتاب المحترمين، وكل واحد له وجهة نظر يجب أن تحترم، ده اللي أطلق عليه التباطؤ. التباطؤ ده إجراءات بيتخذها النائب العام أو المسؤول عن التحقيق عشان يوصل لمعلومة يبني عليها بعد كده التحقيقات أو الاستجوابات. أطلق عليها تباطؤ، احنا ما يعني ده موضوع خاص بالسيد النائب العام وجهات التحقيق، واحنا ليس لنا دخل فيها نهائي. سيادة اللواء، لحضرتك تعقيب على الحدث الأبرز. والله أنا برضو قبل ما نبدأ للتعقيب، يعني بالإضافة تحية شهداء القوات المسلحة ورجال القوات المسلحة، لو تسمحوا لي برضو أن أنا أوجه تحية لأرواح شهداء الثورة الأبرار من المدنيين نفسهم، يعني وتعازينا لأهليهم وندعو الله سبحانه وتعالى أن يلهمهم الصبر، يعني وعزائنا جميعا لكل شهداء سواء من المدنيين أو من القوات المسلحة، يعني أنهم أحياء عند ربهم يرزقون. يعني تمنياتنا لجميع المصابين ان هم ربنا يشفيهم من القوات المسلحه سواء او من المدنيين، واحنا برضو بنطمن القطاع المدني ان مصابين القوات المسلحه، رئيس المجلس الاعلى من بدايه الثوره كان شكل لجنه ومرت وشافت المصابين ونقلت الناس اللي هم يحتاجوا علاج لمستشفيات القوات المسلحه وقدم لهم العلاج المناسب. وفي الحقيقه انا بوجه تحيه للشعب المصري كله على أداء الرائع خلال هذه الثورة، وكان أداء أبهر العالم كله وأثبت حاجات كتيرة جدا جدا. يعني فيما يتعلق بأحداث اليوم، هي يعني بتؤكد أن الشعب يهدأ، أن العدالة ستطبق، وأن القائمين على تطبيق العدالة بيعملوا بحرية ولا أحد فوق القانون، وإحنا في دولة سيادة القانون فعلا، ونهدأ ونسيب الموضوع ده للمعنيين بيه، لأنهم هينفذوه وهيطبقوا القانون لأن بصراحة في حاجات كتير قوي محتاجة الشعب والشباب يركز فيها ويترك هذا الموضوع وهو مطمن أنه ينفذ على أكمل وجه بواسطة ناس شرفاء يطبقوا سيادة القانون ولا أحد فوق القانون. سيادة اللواء، بتهيألي إحنا يعني دورنا هنا من خلال وجودنا في مصر النهاردة إن إحنا بنحاول ننقل تساؤلات، منها تساؤل مهم جدا، يعني طبعا احنا اتكلمنا في موضوع التباطؤ ده، ولكن في ناس بتقول ان التباطؤ اتنقل للنقيض لارضاء الشعب ولا لتحقيق
يعني او ان القانون ياخد مجراه. في ناس بتقول ان ده جاء ردا على المظاهرات علشان نحاول نحن نتجنب مظاهرات في الفتره اللي جايه فنرد بسرعه قبليها بقرارات سواء كانت من النائب العام او غيره فالشعب يهدأ ولا تقوم مظاهرات في الفتره او جمعات. يعني هذا مفهوم محتاج انه يتراجع فعلا لانه مفهوم مغرد وعايز يلاقي ثغره عشان يعني ينفذ ويحرك الناس اللي مش تمام يعني. انما انا نفسي كان الاحداث المظاهرات دي كلها ما تتمش خالص وكانت الناس تتفرغ للعمل وتشوف الاجراءات دي كلها هتتم ولا لا. هذه الاجراءات كانت ستتم وهتتم في التوقيت بتاعها. الحاجه الثانيه ان كون ان هي نقلبها للنقيض على انها بقت اسراع عشان ارضاء الشعب انا اعتقد ان ده من تسطيح الامور لدرجه لا يجب ان تكون. يعني اداره امور الدول مش لارضاء شعب ولا ارضاء شارع ولا دي مسؤوليه دوله في معلقه في رقاب ناس شرفاء جدا ما بيناموش لان دي دوله اداره شؤون دوله وليس حاجه مؤسسه ممكن تخسر ونصلحها تاني. فما ينفعش اداره شؤون الدوله تتم برد فعل عشان ضغط شارع او نقد في صحيفه او برنامج في تلفزيون والا تبقى في مشكله كبيره في الدوله دي. ويمكن التعليق ده جاء بسبب التباين من بين السرعه او يعني السرعه اللي الناس لاحظتها في الاول والسرعه في الايام الاخيره. يعني في الاول كان الناس بتقول في تباطؤ وبعدين لقوا مره واحده في سرعه فيمكن الفرق ده هو اللي خلى الناس تقول مفاتيح السرعه زي ما اضاف يعني سطلة وحسن من شويه انه هو متى اكتملت يعني اجراءات اللي نقدر نوجه بيها او مش احنا اللي بنوجه ان السيد النائب العام حر تماما في اداره هذه الاعمال. يعني متى اكتملت الاجراء الملامح اللي عنده عشان يستطيع ان يوجه اتهام في رصيد من الحقيقه بينفذ هذا. وانا اعتقد ما تم في خلال النهارده والايام اللي فاتت دي بيؤكد لكل من يعني يحاول ان هو يستغل هذه النقطه ان هو يعني ينتظر شويه الناس تهدى على ان هذا الموضوع بيدار بامانه وشرف وهناك دوله. يمكن تكون ده المفهوم ده جديد على ما سمعنا ولكنها موجود سياده القانون. صحيح سياده القانون وده موضوع بنأكد عليه. الحاجه اللي المجلس حريص عليها من اول السيد رئيس المجلس وده تم كتير جدا انه لا اجراءات استثنائيه ولكن سياده القانون. المصطلحات دي قد تكون يعني عايزه الناس تتعود عليها عشان تقتنع ان هي بتنفذ فعلا ولكن ما يطبق في مصر الان هو انهاء الاجراءات الاستثنائيه وسياده القانون علشان كل الناس تستريح وتبقى الامور ماشيه ونامل ان ده يوصل لكل الناس بجميع الفئات حتى نتفرغ لما تحتاجه الدوله حقيقه. وهذا الملف سيدار بمنتهى الدقه وبمنتهى الشرف وبمنتهى الامانه وبواسطه ناس شرفاء جدا. التاريخ هيحكم التاريخ. يعني الناس دي ناس كبيره جدا وعارفه ان هي ان احنا في مرحله تاريخيه والاجراءات اللي بتتخذ والقرارات اللي بتتخذ لازم تتخذ على مستوى الدوله وليس تحت ضغط الشارع.